فضيلة الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أولا تقدير حضرتك لهذا الإجراء، وإحنا طبعا سمعنا قبل كده عن إن في بالفعل تم سن قرار أو حاجة كده بأشبه بقانون، أنا مش عارفة هو قانون ولا قرار برضو يا فضيلة الشيخ، بإن ما يعتليش المنبر إلا من هو كان من أهل الأزهر أو من أبناء الأزهر وحاصلين على شهادات تؤهلهم لذلك. إيه رأي حضرتك في هذا الإجراء يعني مبدئيا؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا المصطفى الأمين، وبعد. لا شك أن ترك المساجد كان مباحا لكل من هب ودب، للأسف وصل بنا إلى ما نحن فيه من تعصب وتطرف وتشدد، بل وكفر حتى بالوطن. وكان لزاما على الجهة الدعوية وهي وزارة الأوقاف المخولة بعمارة المساجد أن تتدخل، فكان قرار وزير الأوقاف بحصر وعدم اعتلاء المنابر إلا لأهل التخصص من علماء الأزهر الشريف. ثم بعد ذلك استحدث ما يسمى بالضبطية القضائية التي منحت هذا الأسبوع لمفتشي الأوقاف لكي لا يعتلي المنبر أحد من خارج الأزهر الشريف، وكل ذلك من باب السيطرة على الفكر كي لا يتسلل التشدد والتعصب والتكفير إلى المنابر. وهذه تدل على أنها تطبيق لشرع الله، لأن الله تعالى بيّن لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال لنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله تعالى يطلب من أهل الذكر، من أهل التخصص، أن يقوموا بدورهم خير قيام، وأن يجنبوا أمتهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكلنا يرى ويسمع ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين على مدار عام من حكمها، حين حولت المساجد إلى نقاط ساخنة ومشتعلة، والكل أصبح للأسف الشديد لا يبالي لا بالوطن ولا بالدولة، إلا أن الله تعالى شاءت إرادته وقضت حكمته أن تكون ثورة 30 أعادت لنا هذه الثورة مصر مرة أخرى من جديد، وأعادت لنا مفهوم دولة المؤسسات التي كان الإخوان يسعون جميعا للقضاء عليها. يحق لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصعد عليه إلا أهل التخصص من ورثة الأنبياء من العلماء. طيب فضيلة الشيخ إبراهيم، يعني فندم، مش بس يعني القرار ده ما هواش يعني حكر فقط على أبناء الأزهر، هناك يعني في شريحة برضو ممكن انها تدخل وتبقى موجودة ايضا وتعتلي منبر المساجد، وهم الحاصلين على الدكتوراه في هذا المجال، وايضا كمان حتى ان كانوا من كليات ومن تخصصات مختلفة بشرط ان يجتازوا امتحان. يعني رأي حضرتك في ده ايه؟ هل ده ايضا كمان بيوسع الدائرة؟ نعم. لا حضرتك بتتكلمي عن احنا عندنا الأزهر رجال أئمة الأوقاف، ومنهم أساتذة الجامعة من أهل التخصص، ومنهم مدرسي المواد الشرعية برضو من أهل التخصص، فبيتم الاستعانة بهم لإلقاء خطب الجمعة، لأنك يعني تعرفين أن مصر بها ما يقرب من 120 ألف مسجد، إحنا بنغطي الأوقاف عدد الأئمة ما يقرب من 60 ألف، فبقية المساجد لابد استعان بعد ذلك بمدرسي وأساتذة الأزهر، بل وطلاب الأزهر إن هم يستطيعون أن يصعدوا المنبر وأن يعتلوا المنبر، وكل ذلك وفق اختبار يجرى لهم، ثم تمنح لهم ترخيص للخطابة، ويتابع كل في مكانه من خلال التفتيش الذي يتحرك من خلال وزارة الأوقاف المصرية والمديريات الإقليمية في كل محافظة والإدارات الفرعية. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، شكرا يا فندم.